أفاوض على صيغة تشمل كل لبنان وليس فقط الجنوب. كلام سمعه مصدر موثوق من أمس هوكشتاين الموفد الأمريكي، وهو على متن طائرة متوجهة إلى بيروت. حتى الآن لم تكشف تفاصيل تلك المفاوضات أو ما بات يعرف بالمقترح الأمريكي لوقف النار، لكن المصدر الموثوق وغيره من المقربين اللبنانيين كشفوا للحدث عن ترتيبات جديدة تريدها واشنطن على أن تشترك فرنسا ودول أخرى في آليات تطبيقها. من ضمن الترتيبات موافقة لبنان على وجود إشراف أمريكي على ترتيبات أمنية تشمل بيروت والمرفأ البحري والمطار الدولي، ومنع وصول أي أسلحة عبر سوريا إلى حزب الله. هنا أكثر من مصدر في واشنطن يشير إلى ما يتحدث عنها الإسرائيليون حاليا، وهو أن حزب الله خسر الكثير من ترسانته، كما خسر عدد كبير من قياداته وأكثر من 3000 من عناصره، وإسرائيل لديها مطالب أكبر في لبنان. تقديرات تلك المصادر للحدث تقول إن الحزب بات في وضع عسكري صعب، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد دفعه إلى القبول بما يطرحه الأمريكيون الآن. لكن الحزب حتى الآن، تضيف المصادر، يتمسك بإعازة من الإيرانيين بموقف متشدد قبل وصول هوكشتاين. انطلاقا من الشروط الأمريكية والإسرائيلية، تشير المصادر إلى أن مفاوضات هوكشتاين لن تكون مضمونة النجاح، لأن بعض هذه الشروط تعني القضاء على حزب الله كقوة عسكرية. في المقابل سيفتح نجاح المفاوضات الطريق أمام ترسيم الحدود عند الخط الأزرق، كما سيفتح الطريق أمام انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. ولكن وسط كل هذا الحراك، ثمة من يعتقد في واشنطن أن مسعى الإدارة الحالية تجاه لبنان يأتي من باب الضرورة، أما مع وصول دونالد ترامب ستكون الإدارة المقبلة داعمة لحكومة إسرائيل وستعطيها حرية التصرف في لبنان أيا كان الاتفاق. من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي رضوان عقيل، وأيضا أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية دكتور بول مرقص. أهلا بكما على شاشة الحدث. أبدأ إذن معك سيد رضوان فيما يتعلق بالمرتقب من هذه الزيارة، زيارة هوكشتاين. هو تسلم بالفعل رد لبنان، ولكن هل اليوم هو يناقش التفاصيل؟ لأنه حتى إذا كان الاتفاق أو الورقة الأمريكية بمجملها تحظى بقبول وتوجه إيجابي من لبنان ومن نبيه بري ومن حزب الله مع حفظ الألقاب، لكن المشكلة دائما كانت عند التفاصيل. أي تفاصيل يمكن أن تعرقل المضي قدما اليوم باعتقادكم؟ تحياتي للجميع. لابد من الإشارة إلى أن لبنان الرسمي فضلا عن حزب الله يتم التعاطي مع هذه الورقة بكل إيجابية، نظرا إلى ما تتضمنه من بنود ومن معطيات في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هو النقطة الأساسية التي يركز عليها الجانب اللبناني، ومن دون حدوث ذلك لا معنى لكل هذه المفاوضات ولا قيمة لكل هذه الورقة. بالنسبة إلى لبنان بالطبع يتمسك بالقرار 1701 وتنفيذه في المنطقة المحددة له، كما تم بناء هذا في الأمم المتحدة عام في تموز 2006 لا أكثر ولا أقل. لكن في تقريركم قبل قليل كنتم تتحدثون أنه سيكون على هذا الاتفاق سيكون على طول الخريطة اللبنانية. بالتأكيد هذا الأمر حسب معلوماتي هو محل رفض عند حزب الله، حتى أنه عندما سنأتي إلى هذه النقطة. ولكن أستاذ رضوان، قبل قليل زميلي زياد حلبي قال أنه حتى إسرائيل تتعاطى بإيجابية مع المقترح الأمريكي، وقال إذا كانت هذه الإيجابية كافية. أطرح عليك نفس السؤال، الإيجابية الآن كافية لإنجاز هذا الاتفاق باعتقادك؟ ليس بالضرورة هذه الإيجابية من هذا الطرف أو ذاك أن تؤدي إلى التفاؤل وإلى وقف إطلاق النار، لأن ما نسمعه من إيجابية من الجانب الإسرائيلي ليس من الضرورة أن يقدموا على تطبيقه، ولا سيما إذا صممت هذه الإدارة الإسرائيلية تحت عنوان الدفاع عن النفس بقيامها بعمليات داخل حدود 1701 أو خارج هذه المنطقة، لأن هذا أمر خطير جدا. أي على سبيل المثال لبنان الرسمي بالتأكيد سيرفض أي أمر إذا كانت هذه اللجنة وافق عليها
وافقت عليها الدولة اللبنانية سترفض أي إشراف لها في مطار رفيق الحريري وفي المرافق اللبنانية وعلى طول الحدود بين لبنان وبين سوريا. هذا أمر خارق للسيادة اللبنانية، هذا احتلال مقنع للدولة اللبنانية، بل أنه انتداب أمريكي وانتداب إسرائيلي إذا صح التعبير. ما يهم لبنان هو تطبيق 1701. هناك نقطتان، النقطة الأولى قد يوافق لبنان على هذه اللجنة إذا بقي إطار عملها في حدود 1701 لا أكثر ولا أقل. أما موضوع تحت عنوان الدفاع عن النفس ما تريده إسرائيل في هذا الخصوص، بالتأكيد أن هذا الأمر وأي موافقة خارج حدود 1701 ستنسف كل هذه العملية وسنبقى على هذا المنوال من النيران والتصعيد المتبادل بين الطرفين. بهذه النقطة أذهب إلى ضيفي دكتور بول مرقص فيما يتعلق بهذه الرغبة الأمريكية التي ظهرت الآن في هذه الورقة بالإشراف على القرار 1701، ولكن حتى الإشراف على المرفأ والمطار. هل هذا وارد؟ يعني هل هناك أي سند قانوني يجعل من دولة أخرى أن تشرف على مرفأ ومطار دولة؟ طبعا لا، إذا تحدثنا بمنطوق السيادة وفي القانون الدولي العام ليس هنالك محل لذلك مطلقا، إلا بمقدار ما يكون هنالك تعاون بين الدولة ودول أخرى في سبيل تحقيق مصلحة هذه الدولة، أي الدولة المعنية بهذه الرقابة، أو في الحالة الثانية يكون هنالك إشراف دولي من قبل الأمم المتحدة سواء كان رضائيا أو تحت الفصل السابع الإلزامي الصادر في قرار لمجلس الأمن الدولي. فيما سوى ذلك من الحالتين هذا الأمر يكون هجينا وغير مؤات مطلقا للسيادة. لماذا باعتقادكم طرح الآن من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها حضور في مرفأ ومطار دولة أخرى؟ يعني لا أعتقد تماما أن ثمة مطالبة بحضور بمعنى الحضور، لكن بمعنى الإشراف والرقابة التي يمكن أن تكون تعرفين عبر وسائل تكنولوجية كثيرة أو بالتعاون مع الجيش اللبناني أو مع اليونيفيل تحديدا وبعض الدول في اليونيفيل. المقترح المقابل هو إدخال دول عربية في لجنة المراقبة، لكن في مقتضى الأحوال لن تكون هذه المراقبة ولن يقبل لبنان أعتقد بأن تكون مراقبة يعني وجودا، لكن مراقبة عبر التكنولوجيا عبر الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل، ليست رقابة مباشرة بالمعنى المادي للتعبير أو الوجودي، يعني بمعنى الحضور من قبل قوات أجنبية إلى لبنان إلى المطار أو إلى المرفأ. لا أعتقد ذلك سيحصل يوما ما مطلقا. سيد رضوان، فيما يتعلق ب 1701 وأنت أشرت إليها، بالنسبة لهذا القرار تجاوزه الزمن كما تقول بعض التصريحات اللبنانية والإسرائيلية حتى، وهو القرار الذي لم يكن حزب الله يريد أن ينفذه، الآن يتمسك به بعد أن تجاوزته الأحداث. باعتقادكم هل هو كافي في هذه المرحلة؟ هل تعتقدون فعلا بأنه يمكن أن تقبل إسرائيل فقط ب 1701، أم أن هناك مرونة ما يمكن لحزب الله أن يوافق عليها في المرحلة المقبلة ويسلم سلاحه، وهو مطلب أساسي موجود في 1559 وأيضا مطلب أساسي بالنسبة حتى للدولة اللبنانية؟ صراحة لمسنا مرونة عند حزب الله بقوله أنه يوافق على 1701، وهذا ما أبلغه لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا أمر إيجابي يساعد المفاوض اللبناني في هذه العملية، لأن حزب الله يبقى العنصر الأساسي على الأرض سواء إذا وافق أو لم يوافق، هذه مسألة جدية ومسألة أساسية. لكن بالنسبة إذا كان هذا القرار ما زال صالحا وقابلا للحياة، لا مشكلة عند لبنان. لبنان منذ اليوم الأول يقول نحن نتفق، وأن كل الشعب اللبناني سواء من كان في السلطة أو في المعارضة يقول أن هذا القرار هو خشبة الخلاص للبنان ولحمايته. لكن بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي صراحة لا نلمس، لا نبقى في الجانب اللبناني. لبنان حتى منذ اليوم الأول يقول بأن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة بيد الجيش وليس بيد حزب الله. نعم مظبوط، هناك انقسام داخل الشارع اللبناني، انقسام عمودي، ثمة من يؤيد هذه الرؤية زميلتي الكريمة وثمة من يعارضها. هناك جزء كبير من الشارع اللبناني يقول لابد من الاستفادة من قدرات المقاومة والحفاظ عليها. أما بالنسبة للقرار 1559 هو قرار يخص الشعب اللبناني وليس يخص الكيان الإسرائيلي. إسرائيل تقول نحن ما يربطنا بيننا وبين إسرائيل هو القرار 1701 وتطبيقه في إطاره الجغرافي لا أكثر ولا أقل. أما بالنسبة للقرار 1559
هو قرار خلافي داخل البيئات اللبنانية والسياسية، لكن ما أريد أن أقوله أن هوكشتاين هو في، لكن البعض قد يقول أنه حتى 1701 كان قرارا خلافيا ولم يكن لحزب الله أن يوافق عليه إلا بعد الضغوط التي مورست عليه في الفترة الماضية وجعلته الآن يتعاطى بإيجابية مع 1701 التي لم يكن يريد أن ينفذها في السابق. لكن المسؤولين عام في 2006 سواء من الحكومة اللبنانية أو من رئيس مجلس النواب وكل الدولة اللبنانية وافقت أنذاك على هذا القرار وتم احترامه. ثمة من يقول أن حزب الله أقدم على خرقه أكثر من مرة، لكن لو قارنا بين نسبة الخرق من عند إسرائيل وحزب الله لمسنا هناك فارقا شاسعا. هناك 40,000 خرق بتسجيلات الأمم المتحدة في سجلات الأمم المتحدة تثبت أن إسرائيل كيف أقدمت على هذا الخرق. وإذا استمرت إسرائيل في بعد هذا اتفاق وتثبيته هذه المرة في عملية هذا الخرق لا قيمة لهذا القرار، هو رد على الولايات المتحدة الأمريكية. ما أريد أن أقوله أيضا أن هوكشتاين يحضر هذه المرة بنفس ترامب الرئيس ترامب وليس بنفس الرئيس بايدن، لأن هذه الإدارة الأمريكية الحالية وما تبقى لها من أيام في البيت الأبيض غير قادرة على فعل أي شيء. هناك تركيز واستفادة من وجود ترامب الذي ليس من مصلحته، وما سمعناه من أكثر من مسؤول أمريكي أنه سيعمل على التهدئة في غزة وفي لبنان. هذا الأمر يمكن الاستفادة منه، لكن علينا نحن أن نعتبر في لبنان نقوم بمقاومة دبلوماسية وبمقاومة عسكرية، وهناك موقف لبناني موحد للتمسك بال 1701. دكتور بول ماركوس، هناك موقف لبناني موحد ضيف يقول، ولكن فيما يتعلق ب 1701 وهذا منذ اليوم الأول في الحقيقة، ولكن هل هناك أي سند قانوني؟ هل هناك أي يعني في أي دولة يمكن أن يكون هناك فصيل لديه سلاح لا يخضع للدولة ولا يسلم للدولة وأن توافق عليها يعني يوافق عليه المجتمع الدولي باعتقادكم؟ يعني بدون ال 1559 هل يمكن أن يكون ال 1701 كافي في هذه المرحلة؟ بدءا بالجزئية الأولى من سؤالك ضحى، بالفعل 1701 لم يطبق كما يجب من الجانبين. طبعا إسرائيل كانت تمارس الفظاعة في الخروق وفي الانتهاكات على هذا القرار، لكن أيضا لبنان لنكن واضحين وواقعيين لم يكن راغبا أو قادرا، وربما الحالتين تنطبقان هنا تبعا للموجب المعني به لبنان، لم يكن يطبق موجبات هذا القرار لناحية نشر الجيش اللبناني بالعديد المطلوب الذي يفوق 10,000 عنصر إلى 15,000، وأيضا أن يمتلك حصرية السلاح في الجنوب. وبالتالي هذا القرار ناشدت الحكومة اللبنانية، لأذكر في 26 آب أغسطس من العام 2006 ناشدت بالإجماع صدور هذا القرار إلى أن صدر، لكن بعد حين وبعد أن توقفت المعارك لم نعرف تماما مدى أهمية هذا القرار ولم ندرك مصلحة لبنان في تنفيذ هذا القرار، إلى أن وصلنا إلى مرحلة اليوم يطالب العدو الإسرائيلي بما يتجاوز هذا القرار إلى مطامع وأيضا إلى إقحام لبنان في مراقبة من قبل دول أجنبية لمرافقه السيادية. وهذا أمر يطرح علامات استفهام وإشكالات كبيرة ربما هي التي ستحول دون التوصل إلى وقف إطلاق النار. الآن يجب أن نعرف تماما أن المسألة لم تعد تحتمل التأجيل والتسويف والمراوغة واللعب على مضامين القرارات الدولية أو المراوغة في تطبيق الآليات التنفيذية لها. بالفعل إن المطلوب اليوم أعتقد على الأقل دوليا إن لم يكن إسرائيليا هو التوصل إلى تطبيق وضمان فعلي لعدم عودة الاشتباكات والقصف على شمال إسرائيل، لكن أيضا يجب أن يكون هنالك توازن في هذه الآلية، ويجب أن يكون هنالك مراعاة للمصلحة اللبنانية المتمثلة بالسيادة القانونية على مرافقها ومرافقها. هل هذه ستكون دكتور بول مرقص، هل هذه ستكون النقطة التي تفشل هذه المفاوضات هذه المرة المتعلقة بسيادة لبنان، أن يكون هناك رغبة أمريكية في مراقبة مرفأ ومطار بيروت؟ هذا لم يطرح في كل الجولات السابقة يعني ولا المفاوضات السابقة، لكنه يطرح الآن، لماذا؟ هذا سؤال مهم بالفعل، وهذه تكمن هنا الإشكالية الكامنة وراء محاذير عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار
وإلى التسوية في هذا الإطار، لأن المطامع الإسرائيلية يراد أن تعكس إما على الجبهة، وهذا أمر صعب وربما يوقع بالإسرائيليين إصابات مؤلمة وشديدة، تريد أن تتفاداها إسرائيل بالذهاب إلى تسوية ورقية مضمونة دوليا بأطماع توسعية أيضا، سواء عبر يعني ضمانات لها أو ضمانات دولية لحسن التنفيذ. إذا اليوم نحن فعلا أمام إشكالية ليس السيادة اللبنانية، تعرفين أن السيادة اللبنانية للأسف وأقولها بألم أنها مخترقة في الكثير من الجوانب، لكن أن يعني يصاغ الأمر على نحو في هذه الدرجة من يعني الوضوح والصراحة والخضوع يعني إخضاع المرافق اللبنانية والمرافق اللبنانية والحدود للرقابة المباشرة الأجنبية، هذا أمر لا يمكن لدولة أن تقبل به. لذلك أخلص بالقول أنه يجب توصل إلى صياغة تراعي مقتضيات السيادة الواقعية اللبنانية، وفي الوقت عينه تضمن عدم إدخال السلاح عبر هذه الحدود البرية والبحرية والجوية، وتكليف الجيش اللبناني الذي هو ضمانة للجميع وملجأ للجميع سواء في الداخل أو في الخارج لحسن تطبيق هذا القرار. أستاذ رضوان، ما هي هذه الصياغة التي يمكن أن تضمن للبنان أن يكون السلاح بيد الدولة وليس بيد حزب الله؟ أنا ما أريد أن أركز على نقطة قالها الدكتور مرقص في هذا الخصوص، هي مسألة التوازن، يعني بمعنى ما تطلبها إسرائيل من ضمانات في المقابل يريد لبنان ضمانات، وعند التركيز على المرافق البحرية ومطار الشهيد رفيق الحريري أن هذا السلاح يأتي عبر طريق المطار، أولا كل المعلومات تفيد أن سلاح حزب الله لم يأتي عن بواسطة هذه المرافق البحرية والجوية، إنما كان يأتي عن الحدود اللبنانية السورية، وهذا أمر معروف. وفي حال تم إدخال تعديلات على 1701 يجب هنا العودة إلى مجلس الأمن الذي ولد فيه هذا القرار في رحاب الأمم المتحدة، أي بمعنى 1701 لا يشمل كيفية ترتيب العلاقة بين الحدود بين لبنان وسوريا، بل أن الإسرائيليين يريدون أكثر، هو يريدون تطبيق 1701 حتى على الأراضي السورية لمنع تمكن حزب الله من الحصول على شحنات. ثم هو 1559 أيضا قرار صادر من مجلس الأمن، ومع ذلك يعترض عليه حزب الله حتى الآن. هناك شريحة كبيرة من الشارع اللبناني، ليس حزب الله فقط من يعترض على هذا القرار، هو محل خلافي، لكن يبقى هذا الأمر على الطاولة اللبنانية. ما المانع بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق 1701 وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بناء استراتيجية دفاعية حقيقية تحت مظلة الجيش اللبناني؟ هذا يخص لبنان ولا يخص العدو الإسرائيلي. لكن ما أريد أن أقوله بهذا الخصوص، لبنان لن يتساهل بهذا الأمر، لن يتساهل بأي خرق إسرائيلي، وإلا ستبقى الأمور على هذا المنوال. ليس من ولبنان أيضا ربما لن يتساهل في مسألة أن السلاح يبقى مع حزب الله وأن لا يعود إلى الجيش اللبناني، وأن المرافق صحيحة التي لا يريد لبنان أن تذهب إلى إشراف الولايات المتحدة بالتأكيد لا يريد أن تبقى تحت إشراف حزب الله. أولا زميلتي، هذه المرافق هي بإشراف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية، لا وجود لحزب الله في المرافق البحرية ولا المرافق الجوية ولا المرافق البرية. صحيح أن حزب الله موجود في لبنان وهو يمثل شريحة كبيرة من الشارع اللبناني، لكن هذا الأمر يتعلق باللبنانيين. مستقبل سلاح حزب الله يخص محل نقاش عند البيئة اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية، نحن نحدد هذا الأمر. لا يحق لإسرائيل ولا يحق لأي جهة بالعالم أن تتدخل في هذا الموضوع. لكن ما أريد أن أقوله بنقطة حاسمة وموضوعية، أن المشكلة ليست في مشكلة في سلاح حزب الله، المشكلة عند التهديد الإسرائيلي، هذا التنين الإسرائيلي الذي يهدد فلسطين ويهدد لبنان ويهدد كل المنطقة منذ ولادته عام 1948. غدا على سبيل السؤال فقط، في حال إذا ضيقت تل أبيب على أبناء الضفة الغربية، ما الذي يمنع إسرائيل من إقدامها على طرد أهلنا في فلسطين إلى الأراضي اللبنانية أو إلى الأراضي الأردنية؟ المشكلة عند إسرائيل، هذا ما ينبغي أن تعرفه الإدارة المقبلة الرئيس ترامب، لأنه قبل حل مسألة الدولة الفلسطينية وقبل حل هذه الأمور بالتأكيد أنا بتقديري كل 10 سنوات أو كل 20 سنة سندخل في هذا النوع من الحروب نتيجة هذه الرعاية الدولية وهذا الدلال الذي يقدم لإسرائيل. دكتور بو مرقس، هل تتفق مع ضيفي بأن المشكلة ليست في سلاح حزب الله، هذه مشكلة تناقش داخليا لبنانيا، وإنما فيما تقوم به إسرائيل؟
إسرائيل، لأن هناك وجهة نظر أخرى تقول بأنه سلاح حزب الله هو ما جر لبنان إلى هذه الحرب التي يعيشها الآن مع إسرائيل. أولا أود أن أوضح أن القرار 1559 هو جزء لا يتجزأ من القرار 1701، وبالتالي فإنه من غير الممكن تطبيق 1701 من دون 1559. أما المسألة فتكمن في كيفية مقاربة سلاح حزب الله، بمعنى كيفية تنفيذ مضمون 1701 لناحية 1559. هل نذهب إلى التجريد بالقوة ونزع السلاح؟ وهذا أمر لا يمكن أن يكون. تعرفين توازنات لبنان وقدرة لبنان الداخلية الهشة جدا، فضلا عن عدم الرغبة يعني في حرب داخلية. لكن هذا موجب أيضا يجب أن نقوم به، ليس تطبيقا لل 1701، إنما أيضا تطبيقا للسيادة اللبنانية التي كنا نتحدث عنها، عن مقومات قيام الدولة التي تتطلب حصر السلاح. لكن هذا السلاح أيضا في الوقت عينه، أود أن أضيف نقطة ثالثة أضيفها، أن هذا السلاح يجب أيضا الاستفادة منه، الاستفادة من هذه الطاقة، لكن إدخال هذه الطاقة في الشرعية اللبنانية على نحو تدار بواسطة السلطة السياسية والإمرة العائدة لمجلس الوزراء ولقيادة الجيش دون سواها، حتى لا يقحم لبنان مجددا في حروب ليس له يد فيها. هذا أمر مهم جدا، لكن المشكلة لا تكمن فقط في هذه الهدفية، إنما خصوصا في كيفية الوصول إلى هذا الهدف بأقل الأثمان الممكنة. يعني إسرائيل تريد أن تكبد لبنان هذه الأثمان على نحو مباشر. اللبنانيون يريدون فعلا قيام الدولة وإعادة هيبة السلطة، لكن ليس عبر تقديم ذواتهم أيضا هدية أو أيقونة للحرب الداخلية. شكرا جزيلا لكما أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جستيسيا الحقوقية دكتور بول مرقص، كنت معنا من بيروت، والكاتب السياسي رضوان عقيل كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكما.